سرور حبايبي متتبعيني نتمنى تكونوا بخير انا دابا عاد خرجت من لا سال دو سبور درت ندير الكارديو ما نقولش لكم واحد الحيويه واحد النشاط تيكون فيا ما نقولش لكم صراحه أه تنصح اي امراه اي بنت ما تقلش في الدار تخرج دير اي سبور اي حاجه ديرها من بعد ما ارتحيت خديت واحد لويزا وارتحيت ووجدت واحد لا سوب شينواز لكم واحد الشوربه الصينيه نبقاو مع المقادير والطريقه التحضير كتجي لذيذه لذيذه كيف ما كتشوفوا قدامكم هذا الجزر اللي هو خيزو شديتو انا قطعتو شرائح رقيقه وزدت هنايا كيف ما كتشوفوا كذلك عندي اللفت مهم درت ليها انا واحد اللمسه مغربيه اللفت عطاته هو واحد بني بني بنين فهاد الشوربه هادي حتى هو كنقطعو رقيوق كان, كان ناخذ كوكوت فيها الماء مغلي وغادي ندير فيها داك الجزر وداك الفته حتى هي كان زيد عليهم جبنه حتى هي المهم داكشي اللي عندكم اللي كديروا انا المقادير كان داكشي اللي عندي شي شويه كنديرو صافي وهنايا غادي ندير زويته بلديه وزويته روميه اللي انت زيت آه يعني زيت آه المائده غديروا غير زيت الزيتون وكندير شي شويه ديال الملح وشي شويه ديال الابزار غادي نخلي الكوكوت جانبا هنايا غادي نشد ماء د الغلايه الماء غادي يكون سخون مزيان مغلي وغادي ندير فيه هنايا الشامبينيون واغ الفطر الاسود المجفف المهم غادي نخلوه حتى يتنفخ لينا مزيان ما <applause> هلا <applause> راه راه غادي نرد الكوكوت يطيب المهم غنسد عليها ونخليها تطيب هنايا يعني عندي كسرونه هنا غادي نشد ماء د الغليان يعني يكون ما مغلي وغادي ندير فيه الشعريه الصينيه وكنخليها ابار حتى تشرب لينا مزيان مزيان وكيف كتشوفوا الفطر الاسود المجفف كيف تنفخ ولا رطيطب وغادي نقسموه دويمات صغيره وغادي نزيدوه في الكوكوت وكيف ما كتشوفوا زدت انا هنايا كنور او مرق الدجاج هو ضروري خصو يكون ضروري مرق الدجاج يكون وانا زدت واحد اللمسه مغربيه وزدت هنايا صلصه الطماطم صراحه عطات واحد البنه ما نقولش لكم كزدت فيه شي شوية ديال ديال الخرقوم وشي شوية ديال السكنجبير ما تكتروش بزاف ما عليش شوربات يكون فاغي شوية شوية ياك <applause> كنرجع الكوكوت الطيب وهنا كيف ما كتشوفوا عندي الصدر ديال الدجاج انا غنقطعو شرائح طويله وغادي نزيد عليه الملح والابزار وشي شويه ديال الخل دائما الخل كيف تنقول لكم تحيد الزفوره وكيرطب لينا لا داند او لا الدجاج وصافي كندير نقيطه ديال الزيت و كنشرملو المقله كتكون عندنا سخونه وكانش كنشحر فيها داك الدجاج وكيف ما كتشوفوا عندي هنايا الشعريه الصينيه صافي صفيتها بعد ما ارطات وغادي نقطعها بالمقص المهم كنقطعها ماشي بزاف رقيقه بزاف مي كنقطعها مرصوات صغيورين كيف عرفتوا الشعرية الصينيه كتكون طويله بزاف وحنا ما كنعرفوش ناكلها كنقصاوها شويه شويه صافي وغادي نشدها غادي نديرها ثاني نزيدها في الكوكوت وغادي نزيد عليها اطراف ديال الدجاج اللي شحرنا وغادي نرجعها طيب خمسة ديال الدقائق وصافي هيا هي الشوربه ديالنا واجده كي تيقولها صوبا او شوربه ولا سوب المهم كل واحد كيف تيقول ليها صافي ها هي وجدات هذه الشوربه الصينيه الصراحه كتكون بنينه بنينه بزاف وغنيه ومهم كتعجبني انا بزاف ماشي غير انا كاع العائله ديالنا كتعجبها بزاف وكتكون خفيفه ماشي ثقيله ويمكن لكم كذلك تزيدوا الاطراف ديال اللحم الهبرات ديال اللحم حتى هما تقطعوهم رقيقين وتشحرهم بحال شحرنا الدجاج ما ونسيت انا ما درت البيض المهم انا كنشد مقله كنسخنها مزيان كنشد البيض كنطربو وكنصايب اومليط هاد الاومليط هذا كنقطعو حتى هو شرائح رقيقه وكنزيدو في فلاسوب حتى هو تيعطي واحد المذاق بنين الفيديو ديال اليوم كمل نتمنى يعجبكم ونتمنى نتمنى تلاسوب حتى تعجبكم صراحه جربوها كتجي رائعه كتجي بنينه وبالاخص فات البرد أه نقول لكم تلقوا في فيديو اخر ان شاء الله دمتم في امان الله الى اللقاء <applause> هذه هي الشوربة الصينية او لا سوب المهم غادي نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير هاد لاسوب هادي هاد الشوربه هادي دخلت فيها انا واحد اللمسه مغربيه المهم كيف ما كتشوفوا قدامكم هنايا عندي هنايا الجزر خيزو قطعته انا شرائح رقيقه كيف ما كتشوفوا وعندي تمايا داك اللفت اللفت البيضاء هي اللي درت اللفته هي قطعتها قد قطعت الجزر مهم درت تقطيعات رقاق شرائح رقاق ومتقادين هنا غادي ناخذ واحد الكميله او لا كوكوت آه غادي ندير فيها داك الجزر والفيتا والماء بطبيعه الحال درت انا الماء سخون وهنايا كنزيد الجلبانه وكتزيدوا عليها شويه ديال زويته بلديه وزويته روميه وشي شويه ديال الملحه المهم الا بغيتوا زويته غير زويته بلديه الا عندكم زيت الزيتون ديروا غير زيت الزيتون المهم انا درتهم بزوج ودرت هنايا شي شويه ديال الابزار غليت انا الماء في واحد الكاسرونه وغادي نزيد عليه ندير الشامبينيون نوار الفطر الاسود المجفف هو اللي غادي نديرو المهم كنديرو في الماء سخون الماء الغليان وغادي نخليه حتى تيرطب مزيان غادي ندير الكوكوت على نار ونخليها طيب غادي نشد كاسرونة وغادي ندير فيها الماء حتى تيغلى مزيان وغادي ندير فيه الشعريه الصينيه وغادي نخليها جانبا حتى حتى تنشف ديك الشعريه مزيان تشرب داك الماء ديالها عاد نصفيوها الشامبينيون كيف ما كتشوفوا هو ترطب وتنفخ ورطاب المهم دابا نقطعوه طريفات وغادي نزيدو على المقادير اللي درناها في الكوكوط وزدت عليه انا واحد كنور ديال الدجاج المهم ضروري خصو يكون داك المرق حيت راه الماء ضروري خصو يكون واحد المرق ديال الدجاج يكون فيه وزدت هنايا واحد معلقه ديال ديال صلصه الطماطم وزت عليه هنايا الخرقوم وكذلك غادي نزيد عليه سكينجبير وهذا اللي عندي شويه ديال الصدر ديال الدجاج انا كيف تنقول لكم عندي القليل او الكثير المهم كنقضي باش ما كان داك الصدير ديال الدجاج غادي نقطعو حتى هو غادي نقطعو الشرائح ونقطعو المهم آه، مع شي شويه غادي نقطعو دويمه صغورين صافي وكنرجع الكوكوت الطيب كناخذ الصدر ديال الدجاج وكنقطعو شرائح حتى وكنزيد عليه شي شو شويه ديال الابزار وشي شو شويه ديال الملحه والخل الخل انا كنديرو كيرطب او ميم طو كيحيد ديك الزفوره ديال الدجاج وكندير هنا واحد النقيطه ديال الزويته بلديه صافي وكنقلي في المقله المقله دائما كتكون عندي سخونه عي كنشحرو دغيا وكنحيدو من بعد ما رطبت لينا الشعريه الصينيه كيف ما كتشوفوا كنصفيها مزيان من ديك الماء اللي فيها وصافي وكنشد واحد المقص وكنقطعها مزيان ما كنرققهاش بزاف ممكن كنقطع شي شويه باش ما تبقاش لينا طويله او كنزيدها حتى هي تنديرها في الكوكوت وكنزيد عليه الاطراف ديال الدجاج اللي شحرناهم حتى وغادي نغليها واحد خمسة دقايق صافي ها هي لا سوب واجدة لينا الصراحة لا سوب هادي الشوربة الصينية الصراحة كتجي بنينة كتجي رائعة رائعة وبالأخص زدت عليها ديك النكهة ديال صلصة الطماطم وزدت عليها داك اللفت حتى هو عطا واحد المذاق رائع هذه هي لاسوب شينواز الصراحة كتجي بنينة بنينة بزاف وسهلة وغنية صراحة الله وأنا صراحة نسيت أومليت ما درتوش فيها حتى الآخر لحظة عاد تفكرتو ودرنا الأومليت زدتو أنا من في جباب من الفوق المهم أنا غنوريكم الطريقة ديال الأومليت اللي كيدار فيها المهم الاومليط غير اختياري الواحد بغى يديرو يديرو ما بغاش يديرو ما يديروش وكذلك اللي بغيتو تزيدو اطراف ديال اللحم حتى هما ديروهم سخنت المقله مزيان حتى سخنات ودرت فيها البيض طربته مزيان وقديت اومليط المهم اومليط قديته طاب من الفوق ومن التحت حتى طاب مزيان عاد شديتو انا وقسمتو طريفات حتى هو شرائح طويله